السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البوريك بتاع العزومات، هنعمله بطريقة سهلة جدا وهيطلع معاكي طري من جوه ومقرمش من بره، وكمان نسبة الدهون اللي فيه قليلة جدا جدا، وبربع كيلو لحم مفروم هنعمل منها كمية كبيرة ان شاء الله. هتجربي الطريقة بتاعتي وهتعجبك جدا جدا، وكمان بدون نشا وبدون بيكنج باودر، وهيطلع معاكي مورق جدا وجميل جدا جدا. يلا بينا بقى نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ كده مع بعض ونشوف مكوناتنا عبارة عن ايه. زي ما احنا شايفين كده معانا اول حاجة ربع كيلو لحم مفرومة، ومعايا جزراية كبيرة بشرتها من المبشرة، وبصلاية كبيرة برضو بشرتها، ومعايا فلفل مقطعاه مكعبات صغيرة. تمام كده، يلا بينا نروح على البوتاجاز. معانا هنا الطاسة، حطي فيها معلقة السمنة، اول ما تبدأ تسخن معايا روح جاية نازلة عليها على طول باللحمة، عشان هدي الاول اللحمة صدمة كده. تمام، هقلبها بس تقلبتين. سامحوني بقى بالله عليكم على الصوت، عشان والله العظيم تعبانة جدا جدا وبصور معاكم بالعافية، ودعولي بالله عليكم، بالله عليكم دعولي. هشوح اللحمة زي ما انتوا شايفين، وبعد ما اشوح اللحمة بقى هجيب البصلاية وابدأ بقى احطها على اللحمة. بس طبعا لازم من الخطوة ديت، لما بتشوح اللحمة كويس بتخلي ريحتها حلوة قوي. هنا اهوت حطيت البصلاية زي ما قلتلك مقطعاها، واشوحهم مع بعض. تمام زي الفل. هنا بقى نحط البهارات، نحط معلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وكمان معلقة صغيرة ملح. تمام، وهقلبهم تاني مع بعض كده لغاية لما البصلة تدبل كده معايا. كل ده كده تشويح على نار عالية زي ما قلتلك. بعد كده بقى لما بدأت اشوحها كويس، حطيت عليها بقى الجزراية، هي جزراية كبيرة انا بشرتها من المبشرة زي ما قلتلك. هقلبهم كده مع بعض برضو لغاية الجزراية لما تدبل معايا. نبدأ بقى نحط الحاجة اللي بعد كده. معانا كمان الفلفل، بعد الجزراية ما دبلت حطيت الفلفل، فلفلتين كده قطعتهم قطع صغيرة. حلوة قوي الحركة بتاعت الخضار دي، بتدي نكهة حلوة قوي للحمة. جربيها والله العظيم هتعجبك جدا جدا، بتدي نكهة حلوة قوي للجلاش واللحمة، وبيبقى الحاجة كده جميلة جدا وانتي بتاكليها. كده خلاص خلصتها، اديتها تقليبتين وخلاص كده تمام. بس اهم حاجة ايدك في اللحمة على طول، عشان خاطر ايه اللحمة ما تشطش منك ولا تنشف ولا اي حاجة خالص. هنا بقى هنعمل مع بعض التشريبة، اللي هي عبارة عن بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، هحط عليها رشة ملح وهقلبهم كويس جدا بالشكل ده. تمام، وبعد كده هجهز معايا نص كوباية سمنة، وممكن تقللي كمان نص الكمية بتاعت السمنة، ممكن تخليها ربع كوباية بس. وهنا بقى حط كوباية لبن ومعلقتين دقيق، جربيها بالدقيق هتعجبك جدا جدا. انا مش اول مرة اعملها، بعملها كتير وحلوة قوي، وبتدي طعم جميل جدا للجلاش. وحطيت ملح وفلفل اسود، بعد ما حطيت معلقتين الدقيق بالمعلقة الصغيرة، وهضربها كويس جدا كده عشان ميبقاش فيه اي تكتلات للدقيق. وبعد كده هتصفيها كويس جدا عشان تتأكدي مفيش اي تكتلات الدقيق ولا اي حاجة خالص. تمام كده خلاص، التشريبة بتاعت الجلاش جاهزة معانا. تعالي بقى نجيب الجلاش ونشوف هنعمل ايه. ادي الجلاش يا ستة، انا جايبة نص كيلو، اللفة كلها على بعضيها نص كيلو، طبعا فيها اقل من كده، هي 350 جرام، انا جايبة نص كيلو احسن يعني. تمام، هتروحي جاية بعد كده بقى هتاخدي اربع ورقات، ممكن طبعا تخليهم تلاتة لو انت عايزة تبقى قليلة شوية في السمك بتاعها. تمام، انا هعملها اربعة. تمام، هبدأ بقى احط اول ورقة، خلي بالك من الخطوات وامشي عليها بالظبط عشان تعمليها زي ما هعملها. وحطيت الورقة التانية، انا لسه طبعا ما دهندش اهو. بعد ما حطيت بقى الورقة التانية هبدأ بقى ادهن من التشريبة اللي احنا عملناها. وزي ما قلتلك انت لو عايز تقللي السمنة عن كده كمان عادي خالص تقلليها، يعني انت لو عايز خليها ربع كوباية تمام مفيش مشكلة، ممكن تستبدلي بدل السمنة تستبدليها بزبدة. حطيت الورقة التالتة، واروح جاية برضه دهناها، اسويهم بس الاول كده مع بعض، وبعد كده اروح جاية دهنها اهو بالشكل ده كده. توزعي كده ايه على الجلاشة كلها. تمام، سهل جدا وبسيط، وتغيير بقى من
صينية الجلاش والكلام ده كله، بصراحة حلوة قوي للعزومات يعني، تحطها كده في السفرة بتاعتك بتبقى جميلة وشكلها حلو قوي. تحطي بقى الحشو بتاعك بقى، انت لو عايزة تكتري اللحمة عن كده تمام، بس انا بقولك انا عاملاها بربع كيلو لحمة مفرومة. وبص الكمية بسم الله ما شاء الله قد ايه اهو. هروح جايبة حاطة الحشو وابدأ ايه اتنعم من الجناب والفها زي ما انتوا شايفين كده، هتلفيها كده على شكل رول كده تمام، واحطها في الصينية بتاعتي. وطبعا الصينية قبل ما احطها فيها ادهنها كده بمعلقة سمنة، واروح جاية حاطة فيها الجلاش. كنت هحطها بالعرض وبعد كده قلت لا احطها احسن ايه بالطول اهو. يلا بينا بقى نجيب بقية الجلاش التاني ونبدأ نعمل مع بعض برضو، ووريكم انا عملتها ازاي. حطيت الورقتين وبعد كده دهنت زي ما قلتلك، يعني اول ورقة دي مش بندهنها، نحط الورقة التانية وندهنها تمام اهو. هدهنها كده كويس كده، بس يعني مش كويس قوي يعني عشان الورقة متتبلش معاكي. وبعد كده اروح جاية حاطة الورقة التالتة وبرضو اعدلها كده تمام، برضو ادهنها واحط الورقة الرابعة بقى. عفوا يا جماعة معلش ناسفة تمام، احط الورقة الرابعة حلوة قوي كده اهو. نبدأ بقى نحشيها بقى. الورقة الرابعة دي بنحشي ما بنحطش عليها تشريبة، خلي بالك بتبقى ناشفة كده، يعني اول ورقة واخر ورقة ما بتحطيش عليها التشريبة اللي احنا عاملينها. هقفلها كده من الجناب واروح جاية لفها رول تمام زي الفل. جوية يا جماعة طريقة سهلة وبسيطة، انا بس حبيت ايه اصور معاكم حاجة عشان القناة ما تبقاش كده ايه مفيهاش فيديوهات ومفيهاش اي حاجة، عشان طبعا ده بيوقع القناة اكتر ما هي واقعة. وكمان الصفحة بتاعتي على الفيسبوك برضو بدأت اشتغل عليها، فبرضو خايفة برضو اللي هي تقع، فغصب عني بقى وشغلي فقلت اصور. فزي ما انتوا شايفين كده اهوت، حاجة عاملة برضو التانية التالتة تالت واحدة كده زي ما قلت لكم، برضو حطيت الورقتين على بعض ورحت جاية دهناها واحط الورقة التالتة. انا هخلص دي معاكم وخلاص كده ونشوف هنعمل ايه. طبعا اثناء وانا شغالة كده معاكم، انا كنت شغلت الفرن على درجة حرارة 180 ومشغلة النار بتاعتي من تحت بس الشعلة من تحت بس الفرن، ومشغلة المروحة. ممكن ما تشغلش المروحة عادي خالص، يعني ان كده كده لو الوش محمرش معاكي هتشغلي الشواية تمام. فروحت جاية حطاهم، وطبعا لازم تسويهم كويس جدا كده عشان ميبقاش فيه الكلكعة كده وانت شغالة اي كلكعة. وهروح جاية لايه قافلاها من الجناب ولفها رول. ممكن طبعا ما تقفلهاش من الجناب لو انت حابة، مفيش مشكلة في النقطة دي، بس بصراحة بقى شكلها اشيك واحلى لما بتقفلها كده من الجناب. ادي يا ستي كده خلاص خلصنا الكمية بتاعتنا. هروح جاية بعد كده بقى هتجيبي سكينة مشرشرة، ما ينفعش بأي سكينة، وتروحي جاية مقطعاها بالشكل ده تمام. وبعد كده التشريبة بتاعتنا بقى راح جاية حطاها عليها كلها، كل التشريبة بتاعتنا حطها سقساها كده الأول، وبعد كده راح جاية دلقاها كلها عليها وخلاص كده. ونشوف هنعمل ايه تاني، احنا لسه مش هندخلها الفرن دلوقتي. خلاص كده انا حطيت، طبعا السمنه كانت جمدت شويه معايا اللي انا كنت بشتغل وبطلع استريح شويه وارجع اشتغل، كنت تعبانه جدا فعلا. ف احتجتها انا غطيتها وسبتها لمده ربع ساعه قبل ما ادخلها الفرن، خلي بالك من النقطه دي. سبتها لمده ربع ساعه كده الاول تشرب كده التشريه بتاعتها، وبعد كده دخلتها الفرن. دخلتها الفرن قعدت معايا مفيش نص ساعه كده، وكانت ما شاء الله خدت معايا لون من تحت ومن فوق زي ما انت شايفاها كده. وقطعتها بالسكينة ورحت جاية مقطعاها معاكم بالشكل الجميل ده اهو زي ما انت شايفاها، بجد الطريقة حلوة قوي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهاردة، سهل وبسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.